هيا سندي حبيبتي، هنركب الباص بقى ونبقى شاطرين. ايوه انا هركب خلاص يا طنط زيزي، بس انتي هتيجي معايا. طيب انا ما ينفعش اجي معاكي في الباص يا سندي. ليه؟ هتركبي بقى النهارده اول يوم ليكي في الحضانه يا حبيبتي، وتعرفي على اصحابك وتركبي معاهم الباص بعد كده لوحدك، ما انت شاطره. لا لا يا طنط زيزي، علشان خاطري انا عايزاكي تركبي معايا الباص. طيب يا سندي هركب معاكي الباص، بس النهارده بس عشان النهارده اول يوم بس في الحضانه ليكي، انما بعد كده هتبقي شاطره وتركبي لوحدك الباص. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي يا ستي، خلينا نقف بقى نستنى هنا الباص لحد ما يجي. ماشي. ادي الباص جه اهو يا ساندي. يلا يلا بينا يا طنط زيزي. يلا بينا نركب. يلا بينا. السلام عليكم يا جماعه. الله زيزي. وعليكم السلام يا طنط. ازيك يا زيزي، عامله ايه؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا منى، اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انت جايبه بنت اختك ولا ايه؟ جايبه ساندي. انت عارفه ان هي قاعده معايا اليومين دول عشان مامتها مسافره، والنهارده بقى زي ما انت عارفه اول يوم في الحضانه، فقلت اجي موصلها علشان ما تخافش وتزعل مني. ازيك يا حبيبتي يا ساندي، اخبارك ايه؟ انا كويسه يا طنط، حضرتك اخبارك ايه؟ انا كويسه، انا كمان جايبه طنطم علشان تحضر اول يوم حضانه ليها برضو النهارده. يلا بقى هتبقوا اصحاب. اكيد اكيد يا طنط. ازيك يا طنطم؟ انا كويسه الحمد لله. انت ازيك يا ساندي؟ الحمد لله كويسه. طيب يلا بقى يا ساندي حبيبتي، اسيبك بقى واروح انا اروح على البيت علشان احضر لك الغدا. لا لا يا طنط زيزي، خليكي معايا في الحضانه. ازاي بس يا ساندي حبيبتي؟ لا يا ساندي حبيبتي، ما ينفعش استنى معاكي، هقعد ازاي واحده في الكلاس بتاعك؟ ما ينفعش، لازم اروح انا. خليكي شطوره بقى انت. لا انا ماليش دعوه. لا 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 ما تعيطيش، تقعدي معايا. ما تعيطيش ما تعيطيش، انت عارفه طنط منى هي المدرسة اللي بتدرس في الحضانة بتاعتك دي، وهي اللي هتقعد النهاردة معاكوا وتعلمكوا حاجات جميلة قوي. لا ماليش دعوة، أنا عايزاكي معايا يا طنط زيزي. ليه بس كده؟ ليه كده بس يا ساندي؟ ما تعيطيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا زيزي، ما تخافيش، روحي يا حبيبتي أنتي توكلي على الله وأنا هتصرف مع ساندي. لا ماليش دعوة. أنا عايزة طنط زيزي. يلا يا باي يا ساندي، باي. ما تسيبينيش يا طنط زيزي. باي حبيبتي. يلا بقى يا ساندي يا حبيبتي ما تعيطيش، خلاص نهدى بقى كده، نهدى ونعقل، النهارده اول يوم في الحضانه وكلنا ايه لازم نبقى مبسوطين، وزمايلك دلوقتي كلهم هيجوا، كل زمايلك دلوقتي هيجوا وهتصعبي عليهم وهنلعب العاب حلوه كتير قوي قوي هتعجبكم خالص. بس يلا نقعد بقى على المقاعد بتاعتنا. هيا يا جماعه هنبدا بقى نتعرف النهارده على بعض كلنا لحد ما بقيت زملاتنا يجوا. قولي لي بقى انت يا اموره اللي لابسه اصفر، انت اسمك ايه؟ انا اسمي منى. اسمك منى. ازيك يا منمونة، عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. مالك قاعدة كده خايفة كده، مش يعني مش مندمجة كده مع بقية الاطفال وقاعدة في جنب لوحدك؟ لا لا عادي مس، انا قاعدة اهو محدش كلمني علشان ارد عليه. طيب ماشي يا منى، وانتي بقى يا حبيبتي اسمك ايه؟ انا اسمي ساندي. طب وقاعدة زعلانة ليه كده يا ساندي؟ عشان انا كنت عايزه طنط زيزي تقعد معايا في الفصل. لا لا يا ساندي، ما ينفعش طنط زيزي تقعد معاكي في الفصل، انت عارفه ان الفصل بس للصغيرين، للاطفال اللي ايه اللي معاكي في الحضانه بس. ها ايه رايكم بقى يا جماعه، دي بذور جديده للسنابل بتاعه الايه بتاعه الزهور اللي هنزرعها في الحديقه. طبعا يا حبايبي انتوا شايفين الزهور اللي في الحديقه دي، الزهور الحمراء والاصفر والبامبا، في الوان جميله قوي. البذور دي بالظبط هي نفس الايه البذور بتاعه الزهور دي، احنا هنزرعها في الجنينه بتاعه الحضانه، وكمان بعد فتره هنلاقي ان السنابل دي او البذور دي بدات تطرح وتطلع زهور جميله زي اللي انتوا شايفينها دي. بس دي طبعا هتبقى عزيزه وغاليه علينا قوي علشان احنا اللي هنزرعها بايدينا، فلما نزرعها بايدينا طبعا مش هنقدر ان احنا نقطفها، لان في اولاد كتير وفي بنات كتير كمان في الحضانه بيجوا يلعبوا في الزرع ده ويقطفوا الورود بتاعتها، انما لما نزرعها بايدينا، ما هو طبعا حرام يا ساندي، لما نزرعها بايدينا بقى ما عدناش هنقدر نعمل كده لانها هتصعب علينا عشان احنا اللي زرعينها. انما طبعا بقى يا ساندي لما نزرع احنا الورود دي بنفسنا
هتصعب علينا ومش هنقدر ابدا ان احنا ايه نقطفها ونلعب بيها زي ما بيحصل كل مره. صح يا مس منى، انا ماما دايما بتقولي حرام نقطف الورود والزهور. بالظبط، انا بقى فكرت كده مع نفسي ولقيت ان احسن طريقه علشان نعود الاطفال بتوعنا اللي بيجوا في الحضانه عندنا ما يقطفوش الورد بتاعنا ان هم بنفسهم اللي يزرعوها، علشان بعد كده ما ايه ما يقطفوش الايه الورد ولا ايه يقدروا ان هم يأذوه، مش كده ولا ايه؟ صح يا طمطم، ولا انت ايه رايك بقى يا منى؟ ايوه ايوه طبعا طبعا، انا كمان بحب الورد قوي ومش بحب اقطفه. وانت ايه رايك يا طمطم؟ اه طبعا طبعا، انا كمان بحب الورد زيهم طبعا، وبحب كمان الاحمر. وانت بتحب الزهور انهي بقى يا ساندي؟ انا بحب الزهور البنفسج. البنفسج؟ لا بصراحه احنا ما عندناش بنفسج النهارده، بس احنا عندنا زي ما قلت لكم الزهور اللي وريتها لكم دي. ايه رايكم كل واحده منكم بقى تمسك بذور، البذور شويه بذور كده، وتيجي علشان نزرعها مع بعض؟ يلا بينا. يلا يا حبايبي، ادي البذور اهي، هناخدها واحده واحده، كل واحد فينا ياخد شويه ونروح نزرعها سوا. ايوه كده يا بنات شطورين. ايه الشطاره دي، كل واحده فيكم زرعت البذور بتاعتها؟ ايوه ايوه انا زرعت بتوعي. ايوه برافو برافو يا ساندي. وانا كمان وانا كمان وانا كمان زرعت بتاعتي. خلاص يا مس، كل واحده تقف قدام الزرعه بتاعتها وتبدا ترويها بالميه. يلا. حاضر حاضر، انت كمان هتزرعي اللي معاكي دي يا مس؟ ايوه ايوه طبعا، انا هحطها دلوقتي حالا زيكم، وكل واحده تعرف مكان زرعتها كويس يا بنات، علشان كل فتره كل يوم كده تيجي ايه ترويها بالميه وتحط لها السماد بتاعها علشان ايه تكبر كده وايه وتبقى ورود جميله. ادي كمان بتاعتي، البذور بتاعتي انا حطيتها هنا كمان اهو في الجنينه، وكده بقت الايه الزرع كله متساوي جنب بعضه. بس انت حاطه الزرعه اللي هناك دي بعيد شويه عند بقيه زمايلها يا طمطم، ممكن ترجعيها ورا شويه يا حبيبتي؟ حاضر حاضر. تمام قوي كده يا بنات، كده كل البذور بقت على خط واحد وبقت كلها متساويه، علشان لما تطرح بقى وتطلع هتبقى شكلها جميل قوي قوي هيعجبنا. يا سلام، احنا كده زرعنا الايه الورد اللي بنحبه، والمره الجايه هنجيب لك بنفسك يا ساندي. انا مبسوطه قوي مبسوطه قوي يا مس منى، فعلا انت عوضتي غياب طنط زي. طبعا طبعا يا ساندي، انت هتتبسطي وهتعملي هنا حاجات مفيده كتير، هتتعلمي حاجات جميله وحاجات مفيده كتير قوي معانا هنا في الحضانه، صدقيني هتستمتعي بوقتك خالص. انا حقيقي حبيت الحضانه قوي، فعلا الحضانة مسلية وبتساعدنا ان احنا نعمل حاجات كتير جميلة. طبعا يا حبيبتي، يلا بينا بقى نرجع الفصل بتاعنا. يلا بينا. هيا يا بنات، اليوم للأسف انتهى النهاردة وانتهى بسرعة قوي، ملحقناش نعمل فيه حاجات كتير، بس بكرة ان شاء الله هنرسم وهنعمل اشكال كتير قوي بالسلسلة، هتعجبكم خالص ان شاء الله يا مس. اي طنط زيزي وصلت اهي علشان تاخدك يا ساندي. طنط زيزي جد؟ هي فين؟ اهي طنط زيزي اهي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا طنط زيزي. ازيكم يا بنات؟ احنا كويسين الحمد لله. ساندي عامله ايه حبيبتي؟ قولي لي عملتي ايه النهارده؟ الحمد لله يا طنط زيزي، انا خلاص يا طنط زيزي مش هعيط تاني وانا جايه الحضانه. بجد يا ساندي؟ يعني انت اتبسطتي النهارده؟ ايوه انا حبيتها قوي، بنعمل فيها انشطه كتير والحضانه فعلا طلعت جميله، وفعلا هقول لكل اصحابي يحبوا الحضانه زيي لان هي طلعت حلوه قوي. يعني خلاص يا ساندي ما عدتيش هتعيطي وتعملي بقى اللي انت عملتيه ده، انا زعلت عشانك قوي يا ساندي والله، وكنت قلقانه قوي عليكي. لا لا خلاص يا طنط زيزي، انا فعلا هقول لكل اصحابي كده، وهقول لهم ان الحضانه جميله قوي، وهقول لهم ان احنا لازم نروح كل يوم عشان كل يوم بنتعلم حاجه جديده. طبعا طبعا، انا متشكره ليكي قوي قوي يا مس منى، بصراحه انا مش عارفه اقول لك ايه، انا كنت قلقانه عليها قوي. لا لا طبعا، ولا تقلقي عليها ولا حاجه يا زيزي، انت عارفه دي بنتنا يا حبيبتي. اه طب يلا يا ساندي، يلا بينا بقى هاتي حاجتك ويلا علشان نمشي. يلا بينا. يلا باي 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 تمتم، باي يا منى. باي باي باي. الحمد لله على السلامه يا ساندي. الله يسلمك. الحمد لله اول يوم على الحضانه عدى على خير، انا كنت قلقانه قوي، بس النهارده بقى خلاص تماما اطمنت عليكي، وحسيتي ان انت خلاص اتاقلمتي وتعودتي على زمايلك، وكمان ايه بكره بقى والايام اللي جايه كمان هتحبي الحضانه اكتر واكتر، الحضانه جميله وبتعلمنا حاجات كتير حلوه قوي. بصراحه يا طنط زيزي انا ما كنتش حباها وكنت خايفه منها قوي، بس لما رحت
حسيت قد ايه هي جميله وقد ايه فيها حاجات جميله قوي، وحبيت ميس مونا وحبيت اصحابي اللي في الفصل. طيب كويس كويس يا حبيبتي، يلا بقى ادخلي على طول علشان محضره لك الغدا علشان تتغدي. هي يلا بينا. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. طبعا اول يوم النهارده اول يوم دراسي، واتمنى ان هو يكون يوم سعيد علينا كلنا، ونكون اتعلمنا فيه كمان احنا كمان حاجات كتير حلوه. الحضانه او المدرسه بشكل عام بنستفيد منها جدا وبنتعلم منها حاجات جميله. وطبعا لما بننظم وقتنا وبنخلي وقت للمذاكره ووقت للعب ووقت للفرجه على التلفزيون، بنقدر نستمتع بكل حاجه ونتعرف على اصحاب جداد ونعمل حاجات كتير كتير مفيده. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات اذا كانت اللعبه بتاعت النهارده عجبتكم ولا لا، وكمان تكتبوا لي الاقتراحات الجديده بتاعتكم عن القصه اللي تحبوا ان احنا نقدمها، اي موضوع تحبوا نتكلم فيه، وكمان الشخصيات اللي انتوا بتحبوها تحبوا ان احنا نعمل بيها العاب كتير. مش كده وبس، وكمان ان شاء الله عايزاكم اكتر ناس هتعلق او تكتب لنا تعليقات كويسه هنقول اسمها ان شاء الله في القصص وفي الالعاب الجديده، هنسمي الشخصيات باسمها معانا. ايه رايكم في الفكره دي؟ اظن ان هي هتعجبكم جدا. ما تنسوش كمان تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وتتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت. اشوفكم على خير يا اصحابي مع حلقه جديده بكره ان شاء الله ولعبه جديده من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي، باي باي.